إذن نلتقي من جديد بعد أن تعرفنا على التحولات النووية، تعرفنا على النموذج النووي، قلنا يرمز إلى نواة بإكس، عدد النوكليدات أو النويات أو العدد الكتلي الذي يمثل عدد النيترونات زائد عدد البروتونات، وزاد هو العدد الشحاني أو العدد الذري أو عدد البروتونات. ثم تعرفنا على النظائر وقلنا هي أنوية لها نفس العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي، إذا تختلف في عدد النيترونات. قلنا أن أيضا أن النواة هي عبارة عن كتلة متماسكة. كيف يفسر تماسك النواة؟ ثالثا تفسير تماسك النواة. تماسك النواة، سوف نأخذ مثال. مثلا سوف نرمز إلى بروتون بكرة حمراء، إذن هذا بروتون، وسوف نرمز إلى النيترون بكرة سوداء. إذا البروتون له شحنة موجبة والنيترون لا شحنة له. نفرض لدينا نواة تحتوي على 2 بروتون و 2 نيترون. مثلا نواة الهيليوم، نواة الهيليوم اللي هي 2 4، أي لها بي يساوي 2 و ان زائد بي يساوي 4، أي أن ان يساوي 2. إذا هي نواة لها 2 نيترون و 2 بروتون. إذا رسمنا النواة في السلم العياني أو تكبير للنواة، إذا لتكن رسم مخطط لها، سوف يكون لدينا 2 بروتون، إذا هنا بروتون وهنا بروتون مثلا، إذا هذا بي وهذا بي وهذا شحنة له شحنة موجبة، ولدينا أيضا نيترونين، أي نيترون هنا ونيترون هنا. ما هو معروف في الكهرباء أنه إذا كان لدينا عنصران لهما نفس الشحنة يتنافران، وإذا كان مختلفان في الشحنة يتجاذبان. إذا لدينا نواة فيها بروتون وبروتون، المنطقي أنهما يتنافران، هنا تنافر لتشابه الشحنة، بينما النيترون والنيترون لا شحنة له، إذا لا يتنافر ولا يتجاذب كهربائيا. إذا النواة تحتوي على شحن من نفس النوع وهي متماسكة. كيف يفسر ذلك؟ يفسر بوجود قوة بين مكونات النواة، تعاكس فعل قوة التنافر الكهربائي. إذن بما أن النواة لها عناصر اللي هي بروتونات لها نفس الشحنة، من المنطقي أنها تنفجر وهي لا تنفجر، إذن يوجد قوة أخرى تعاكس هذه القوة وتساويها أو أكبر منها، تسمى هذه القوة بالقوى النووية. القوى النووية، إذن وهي قوى توجد بين النويات، هي مكونات النواة، وهي كبيرة جدا. تعاكس قوة التنافر الكهربائي. إذن سبب تماسك النواة
هو وجود قوى نووية معاكسة للقوى الكهربائية، وهي قوى كبيرة جدا. سوف نلتقي لتتمة الدرس.